فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المضاربة بالعملات الدولية؟ ما حكم المضاربة بالعملات الدولية كشراء دولار بيورو أو بريال أو بغير ذلك، وهي تحصل عن طريق الأنترنت، وعند الشراء ينزل المال في محفظة العميل، هل هذا من الربا؟ يشترط في بيع النقد بالنقد الحضور في المجلس والتقابض، ما في بيع غائب، لا تبيع منها غائبا بناجز، اللي غائب عن المجلس ما يباع بنقد حاضر، هذا صرف. نعم.